بيها مش عايزاها. ال 2000 جنيه قال ان شاء الله تصلوا في جلدها، يلا مع السلامه روح شوف انت عايز تعمل ايه. ال 2000 جنيه قال ده انا ما صدقت خلصت منها. ها عملتي ايه يا ماما؟ يا حبيبتي يلا دلوقتي احنا هنروح نستلم توتا بس من المشرحه. اتصل جرانيت. ايوه هي اتصل جرانيت. مين اللي بيتكحل في اتصل جرانيت؟ ماما الله الله، انا كم مره اقول ما تحطيش المعلقه على اتصل جرانيت. لا مش جرانيت، دي جرانيت والله العظيم. امال دي ايه؟ دي 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 دي, دي ستلس. ستلس. طب وريني كده اما اشوف استلس ولا مش استلس. لا لا والنبي والنبي هاتي. يلا اتطفحي بالهنا والشفا. بصي يا ماما خدي شوفي الفيديو ده بسرعه. وريني. خلاص بقى يا ماما هاتي موبايل. بص خلينا اشوف بتهببي ايه في الموبايل. انا بوريكي الفيديو بس والله العظيم يا ماما. هاتي بقى الموبايل يا ماما. خلاص انا بوريكي الفيديو بس. ما شاء الله ما شاء الله. يا بطني يا بطني ماما، بطني وجعاني خالص يا ماما. اديني الموبايل بقى والنبي. اصبري يا حبيبتي استني شويه، انا اللي هموتك بايديا دول ان شاء الله. مره اقول لك ما تتاخريش، انت ايه ما بتفهميش؟ اتفضلي وري على اوضتك سلحفه. ماما فانت كمان عايزه ايه؟ بصراحه يعني يا ماما حضرتك تقيتي على نسمه خالص يا ماما وزعقت لها جامد. انت عارفه ان نسمه بتزعل خالص ومش بترضى تاكل ولا بتحط لقمه في بقها، ودلوقتي هي منهاره في الاوضه من العياط. ياه طب وعي كده خلينا نشوفها. طعمه لا يا طعمه هند يا ريما لا يا حلوه لا يا ماما. انت عامله اكل ايه النهارده؟ عدس. عدس. ماما انت عامله اكل ايه النهارده؟ عدس. عدس تاني. ما هي الحله بتاعت امبارح ما خلصتش. ها بقى يا ماما عامله لنا اكل ايه النهارده؟ عدس. عدس يا دي النيله يا بنتي، العدس في الشتا بيدفي. ها المره دي عامله لي اكله بحبها صح؟ عدس بس والله ما انا واكله حاجه.